السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنستخدم شات جي بي تي في ان انا اتعلم الانجليزي. فانت ممكن اي سؤال تسأله وهو يجاوبك عليه، مثلا اشرح لي المضارع المستمر. طيب بعد ما يشرحه ممكن تروح قايل له ايه؟ لا انا مفهمتش، اشرحه لي ايه باسلوب اصغر من كده. طب اديني امثلة. تمام، مع أمثلة. تبدأ إن هو يقولك. طيب ممكن تقول له بقى تخيل إنك مدرس إنجليزي وعندي وتكلم معايا بالإنجليزية. ونبهني على الأخطاء اللغوية. تمام، هو شرح لك اهو الأمر. خلينا نشوف. بيقول لك ابدأ اكتب وانا هبدأ اكتب. فانت ممكن تبقى عندك حد بتعمل معاه شات. تمام، قال لك ان خلي بالك ان كلمة جود بتتكتب بالشكل دوت مش جود، يعني في غلطة عندي في كلمة جود، فبدأ يصلحها لك. وكلمة هلو يبقى أول حرف يبقى كابيتال. تمام، ممتاز جدا، يعني تقدر تتكلم معاه وتشوف الغلطات. ممكن تقول له ايه؟ اعطني أمثلة بها فعل swim. فبدأ يجيب لك أمثلة كتير عشان تتدرب على الكلمة. تمام، فأنت ممكن تستخدمه بشكل حلو قوي. ممكن في كلمة مثلا عايز المرادف بتاعها بالبريطاني بالأمريكي، في عايز أمثلة على الأفعال الشاذة، عايز أمثلة على أي حاجة، يبدأ إن هو يدهل. ممكن تقول له مثلا إيه؟ أريد كلمة swim في أمثلة للأزمنة المختلفة. فبدأ بقى البريزنت سيمبل، البريزنت كونتينيوس، الباست سيمبل، الباست كونتينيوس. فيبدأ ان هو يشرح لك امثله كتيره جدا وتقدر انت تفهم اي حاجه فيها. ممكن تقول له طب اشرحها لي تاني، طب عيدها لي تاني، طب انا ما فهمتش، طب بسطها لي، طب انا عايز امثله تاني، اشرح كانك بتشرح لطفل، اشرح كانك تشرح لطفل مثلا المستقبل البسيط. بدأ يشرح لك المستقبل البسيط بالشكل دوت. طيب خلينا نشوفها بالعربي. هو طول المستقبل اللي هو صلاح المضارع. المستقبل وليس المضارع.
فلو هو جاب غلط بتروح قال له طب انا عايز الصح بتاعها، فبيبدا ان هو يصلح لك الاجابه ويشرحه لك تاني، مفيش اي مشكله خالص.